كفاح المرأة للحصول على دور أكبر بصناعة السينما. أكيد بعد كم سنة ما بعود نفتح هذا الموضوع بالمرة، وما بعود ما بتعود شغلة يناقش فيها، لأنه رح يصير شيء طبيعي إنه يكون فيها العدالة بين النساء والرجال، تكون النساء موجودة على الساحة السينمائية بكثرة. عارف ليش أنت هون؟ نعم. ليه؟ بدي اشتكي على أهلي. ليه بتشكي على أهلي؟ خلفوني. وهذا الفيلم اللي يتكلم عن قصة الطفل زين اللي يقرر يرفع دعوة قضائية ضد أهله لأنهم أنجبوه على حياة مليئة بالصعوبات. اختارت له نادين اسم يحمل دلالات كثيرة. بلدي فلسطينية، بس بعدين صار يستعمل بالأدب الفرنسي والأدب العربي، تعني الخراب أو الجحيم. وهذا العمل اشتغلت عليه نادين لحوالي سنتين، وأخذ 6 شهور تصوير و500 ساعة من الرشز وسنة ونصف من المونتاج. الفيلم انعمل تقريبا بالبيت مع فريق عملك، صار عائلتي. أنا ما بعتبر أنه نحن عم نشتغل، نحن عم ما بعرف عم نعيش الفيلم.